العالم يترقب بقلق وانتباه ما سيحدث في المستقبل القريب في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية بين موسكو وكييف. روسيا قلقة من الهجوم الأوكراني المضاد المرتقب، فالصراع دخل مرحلة جديدة من الخطورة بين الدب الروسي وأوكرانيا التي يدعمها الغرب وأمريكا بسخاء، حيث شهدت المنطقة الأوكرانية المضطربة هجمات عسكرية واسعة النطاق بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة، آخرها ما حدث في سيفاستوبول المدينة المطلة على ساحل البحر الأسود من شبه جزيرة القرم، إذ انفجرت خزانات وقود تابعة للأسطول الروسي في ميناء سيفاستوبول. تصاعدت أعمدة الدخان الكثيف في سماء المدينة الساحلية، وارتعب السكان من الانتشار السريع للنيران قرب المنازل وفي الشوارع المجاورة لمكان الحادث، ما أثار المخاوف وتساءل كثيرون عن علاقة هذا الانفجار بالأحداث الجارية في أوكرانيا والتصريحات الأخيرة للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، لا سيما أن أصابع الاتهام تشير إلى أن كييف أرسلت طائرة مسيرة ضربت النار في خزانات الوقود التي تغذي الأسطول الروسي لتعطيله وتحميله خسائر جسيمة. انفجار سيفاستوبول، من فعلها؟ حادث ليس الأول ولن يكون الأخير مع ارتفاع مستوى الصراع بين موسكو وأوكرانيا التي تسعى لاستعادة سيطرتها وبسط نفوذها من جديد على القرم شبه الجزيرة التي تكتسب أهمية استثنائية جيوسياسية وتاريخية واقتصادية جعلتها تتصدر واجهة النزاعات الإقليمية منذ القدم حتى الآن، حتى يوم السبت الماضي الذي شهد في ساعة مبكرة من الصباح أعمدة الدخان الأسود وهي تتصاعد في سماء سيفاستوبول بعد حريق وصف بالكبير اندلع في عشرة خزانات للمشتقات النفطية في ميناء سيفاستوبول بشبه الجزيرة، يمتد على مساحة نحو 1000 متر بسعة 40,000 طن تغذي الأسطول الروسي بالوقود. حاكم المدينة ميخائيل رازفوجيف اتهم كييف بإرسال طائرة مسيرة ضربت النار في خزانات النفط، وقال على تيليجرام: أراد العدو أن يفاجئ سيفاستوبول كالعادة بشن هجوم متسلل في الصباح، لكن الخبراء يقولون إن أوكرانيا تفتقد إلى الصواريخ طويلة المدى التي يمكنها الوصول إلى أهداف في أماكن مثل سيفاستوبول، وفي الوقت نفسه لا يستبعدون قدرتها على فعل ذلك، خصوصا وأنها تعمل على تطوير طائرات بدون طيار للتغلب على هذه العقبة. أوكرانيا، ما حدث عقاب إلهي. وفي كييف وصف أندريه يوسوف المسؤول بالمخابرات العسكرية الأوكرانية ما حدث في سيفاستوبول بالعقاب الإلهي لروسيا ردا على هجومها الصاروخي الأخير الذي استهدف المباني السكنية والمدنيين في مدينة أومان الأوكرانية وخلف 23 قتيلا وعشرات الإصابات. أوكرانيا امتنعت عن الرد على اتهامات موسكو بوقوفها وراء التفجير، ورغم أن يوسوف يبدو متلذذا بمصيبة روسيا تلك إلا أنه لم يذكر أن بلاده مسؤولة عن الانفجار. ولم يكتفي يوسوف بوصف الانفجار بأنه عقاب إلهي، بل قال إنه سيكون طويل الأمد، ودعا سكان شبه الجزيرة بالابتعاد عن الثكنات العسكرية التي تستخدمها القوات الروسية في شبه الجزيرة، في إشارة ضمنية إلى تصاعد العنف وحدوث هجمات مستقبلية على القرم. ويقول خبراء إن هناك أدوات لكييف تستخدمها لضرب الأراضي التي احتلتها القوات الروسية والنقاط التي تنطلق منها الهجمات الروسية تجاه أوكرانيا ومنها جزيرة القرم. والملاحظ أنه كلما وجهت روسيا ضربات للمدنيين والأحياء السكنية في أوكرانيا كلما كان هناك رد فعل مباشر وفوري، سواء كان مفصحا عنه أو مخفيا. وعادة لا يعلن المسؤولون الأوكرانيون مسؤولية كييف عن التفجيرات في المواقع العسكرية في شبه جزيرة القرم، على الرغم من أنهم يحتفلون بها في بعض الأحيان باستخدام لغة ملطفة. يشتبه كثيرون من الخبراء في أن مسؤولية هذا الانفجار تتحمله كييف سواء من داخل أوكرانيا أو أن لها امتدادا داخل شبه جزيرة القرم وهي التي تنفذ هذه الهجمات بشكل نوعي. ورغم أن كييف تستنشق نسيم معاناة موسكو بحماسة، إلا أن حاكم سيفاستوبول حاول إحباط محاولات الشماتة الأوكرانية وأكد عدم وجود خسائر في الأرواح أو الممتلكات،
وقال إن هذا الانفجار لا يؤثر على إمداد الوقود للأسطول الروسي، لأن سيفاستوبول هو المكان الذي يتم فيه تخزين الاحتياطي التشغيلي للأسطول ولا يتم استخدامه بشكل يومي. كما دعت السلطات الروسية المواطنين إلى الصبر وعدم التوتر، وطمأنتهم أن رجال الإطفاء سيطروا على الحريق. وقال خبير سياسي إن انفجار سيفاستوبول صفعة على وجه بوتين وينذر بكوارث قد تحدث لموسكو في الهجوم المضاد، ونصح بوتين بأن يراجع نظام حماية الجو لديه. ورجح أن كييف تجهز لتدمير الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا لقطع الإمدادات والذخائر العسكرية التي يمكن أن تصل إلى القوات الروسية المسيطرة على شبه الجزيرة حين يهاجمها الأوكرانيون. زيلينسكي في مقابل بوتين: لا يمكن الحديث عن انفجار خزانات الوقود دون الرجوع لأسابيع قليلة إلى الوراء، حين تمكن الأسطول الروسي في البحر الأسود من صد هجوم لسفن مسيرة أوكرانية حاولت اختراق الدفاعات الروسية. فشبه جزيرة القرم واجهت محاولات هجومية في البحر والجو، وكلاهما لم يسجل خسائر في الأرواح ولا الممتلكات، ولم تتكبد موسكو أي خسائر تذكر وفقا لما قاله حاكم سيفاستوبول. وما يمكن أن يوجه الأنظار نحو كييف أنها التي أرسلت طائرة مسيرة لضرب خزانات الوقود. كما قال حاكم سيفاستوبول أن الانفجار اندلع بعد تصريح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بأن العمليات والتحضيرات الخاصة بالهجوم المضاد في مراحل متقدمة جدا من التدريب، وأن قواته مستعدة لشن الهجوم وبإمكانها استعادة شبه جزيرة القرم. ورغم شح المعلومات المتوفرة حول هذا القصف، إلا أن الخبراء يعتقدون أن هذه الضربة مقدمة للضربات المضادة التي وعد بها زيلينسكي، التي يريد أن يلحق أضرارا لوجستية بالدرجة الأولى لقوات بوتين استعدادا لمزيد من التقدم العسكري. وكما تشهد شبه جزيرة القرم سخونة في الأحداث، فإن الوضع في دونتيسك وصل إلى درجة الغليان. فالقوات الروسية تحقق تقدما عسكريا كبيرا هناك، خصوصا في ضاحية مارينكا حسب ما كشفته مصادر عسكرية روسية. إذ قال قائد ميداني روسي أنه لم يتبقى أمام القوات الروسية سوى بضع أبنية قبل إحكام السيطرة الكاملة على مارينكا ودحر قوات أوكرانيا من البلدة. وفي مناطق أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها في شرق وجنوب أوكرانيا تمكنت من تدمير 5 طائرات أوكرانية مسيرة في خاركوف ودونتيسك وزاباروجيا، وأسقطت مروحية أوكرانية من طراز مي-8 في دونتيسك، وقتلت أكثر من 365 جنديا على كافة المحاور. وفي بخموت، فإن القوات الروسية تتدفق إليها محاولة تطويقها بالكامل، فلا يزال الروس يتمددون ويتوغلون نحو المواقع الأوكرانية. وجاء هذا تزامنا مع إعلان كييف أن تدريب جنودها على الهجوم المضاد شرف على نهايته وأصبح في مرحلة متقدمة. وتريد كييف شن هجوم كبير لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا في شرق وجنوب البلاد. وأوقف زيلينسكي فشل أو نجاح هذا الهجوم على مدى الدعم العسكري الغربي من حيث الكمية والنوع والأسلحة والمعدات العسكرية. وقال إن التأخير في الهجوم المضاد سببه عدم تلقي الدعم العسكري في الوقت المناسب. وتوعد زيلينسكي الروس بأن كييف ستأخذ بزمام المبادرة وستبدأ تحرير أراضيها التي وقعت في قبضة موسكو. وقال إن قوات بوتين صارت محبطة ومنهكة وفقدت كثيرا من قدراتها العسكرية، ما سيمكن الجنود الأوكرانيين من تحقيق الانتصار في الهجوم المضاد واسترداد أراضيهم.